اختيرت قرية أزمور مريم الواقعة ببلدية تيرميتين بتيزي وزو لتكون أول قرية نموذجية لتجريب وحدة فرز وتحويل النفايات إلى أسمدة طبيعية على مستوى الوطن، وتدخل هذه المبادرة في سياق المخطط الرامي إلى تحسين الوضع البيئي في الولاية وتشجيع ثقافة رسكلة النفايات. هذا وتعول لجنة القرية على اندماج السكان في هذا المسعى، وأعدت لنجاحه سلسلة من الحصص التحسيسية لتحفيزهم على مد يد العون في تجسيده ميدانيا. تفاصيل أوفى في مع مراد زعلوك. نسا سيني حريشن يون بحريش نخدم يس الكريش مكروش لان كاسي قرنا حفوس نسخلاض يساك ذو مورج نخدم يس الكومبوست الغفار يتنوزو يفلحان زرع فلاس خدم ديك تجور اتسيتيرا في حريش ويسين نفرن يضمن افراسن نفرنيثم ظل في وراو تدرت لنا قرصن ترى تقرع عيون بلاستيك وحدسات جاج وحدس ترى كرتون وحدس ستين ديمونستراسيون خمير غير خمدا كي تدرت لنا دونك سيتي لي دي ديسان سي لو دي اس ان تيزي وزو اون كولابوراسيون فيك الكوميتي دي فيلاج تادوكري دونك الخم لاكس ليكسبيرونس لو 13 افريل 2018 دينا غان سونتر نيث لا ميم لاسوسيسيون ايد دونيفرسي مولود معمري Au lieu, par exemple, de Naoui Echel, la devise de l'étranger, nous avons pensé, nous connaissons à notre niveau, à un projet.